السلام عليكم ورحمة الله. كشف الناخب الوطني البوسني وحد خالد الزيج مدرب المنتخب الوطني الأول عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني التي ستخوض مباراتين وديتين أمام كل من منتخب بوركينا فاسو والنيجر يوم 16 شتنبر 2019 بملعب الكبير لمدينة مراكش. وعرفت اللائحة مجموعة من المفاجآت من قبيل استبعاد كل من كريم الأحمدي ومبارك بوصوفة، حيث كان قد أعلن بشكل غير رسمي اعتزالهما اللاعب دوليا بعد الإخفاق القاري في كاني مصر، رغم أن اسمهما كان في اللائحة الأولية مقابل الاحتفاظ بعهد التعرب الغائب عن المنتخب المغربي منذ 5 سنوات. وتم استدعاء وليد أزارو رغم فترة الفراغ الكبيرة التي يمر منها مع فريقه الأهلي الذي بات يبحث عن طريقة للتخلص منها، دون استدعاء نجم الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله، رغم أن الجامعة كانت قد أكدت أنه ليس مغضوب عليه وأن الناخب الجديد ينتظر التحري بخصوص وضعيته قبل توجيه الدعوة إليه. وفيما يلي لائحة 27 لاعبا الذين تم استدعاؤهم: حليلو زيتج، ياسين بونو، منير المحمدي، أحمد ريدا التقناوتي، أنس زنيتي، نبيل درار، عمر بوطيب، عصام شباك، بدر بانون، جواد يامي، غانم سيسة، يونس عبد الحميد، فؤاد شفيق، عبد الكريم بعدي، يوسف عيس بن ناصر، سفيان أمرابط، المهدي بوربيعة، فيصل فجر، وليد الكرتية، عادل تعرابتي، أولس بالهندة، حكيم زياش، نور الدين أمرابط، وليد أزارو، رشيد العليوي، سفيان بوفال، أمين حارث، والمهدي كارسيلا. كشف المدي بن عطية مدافع الدحيل القطري عن توصله باقتراحات من المدير الرياضي السابق لنادي ايس روما من اجل العودة الى جيالي سيري روسيا، سواء في شهر يناير او يونيو الماضيين قبل ان ينضم المسؤول الاداري ريكي ماسارا الى ايس ميلان. وقال الدولي المغربي في حديث الى منبره: اتصال تلقيته من ايس روما كان من ريكي ماسارا والذي سألني كيف هي الاحوال في قطر، واكد لي ان مكاني في روما متواجد دوما بعدما قضيت هناك من لحظات جميلة. وأردف: حينما اتصل بي مسار فكرت في الأمر قليلا، لكن بعد ذلك التحق بأيس ميلان وبقيت أنا في قطر، حيث أشعر بشعور جيد تحدث معي مسارات شهر يناير الماضي، وطلب مني البقاء في إيطاليا معتبرا أن وقتي مع أيس روما لم ينتهي بعد. رفض مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري لكرة القدم رحيل الدولي المغربي خالد بوطيب مهاجم فريقه بحجة أن اللاعب لم يحصل على فرصته الكاملة بسبب الإصابة التي عانى منها. وأغلق المكتب المسير الأبيض المصيرية برئاسة مرتضى منصور الباب أمام التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة انتقالات الصيفية الحالية، بعدما كانت بعض الأصوات تنادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد بدلا للمغربية خالد بوطيب الذي لم يقدم المنتظر منه. ورفض رئيس الزمالك المصري الاستغناء عن بوطيب في الميركاتو الصيفي الحالي، مشيرا الى ان مهاجم الاسود لم يحصل على الفرصة الكاملة لاثبات وجوده بعدما طاردته لعنة الاصابة ما اثر سلبا على مستواه كما غاب عن العديد من المباريات. واوضح رئيس الزمالك ان بوطيب مقيد في قائمة الفريق التي تشارك في المسابقة القارية، وبرحيله سيخسر الزمالك مقعدا في قائمة القارية مما سيجعل حلول الفريق على مستوى الهجوم محدودة، ومنحت ادارة الابيض المصري فرصة جديدة لخالد بوطيب إلى غاية الميركاتو الشتوي المقبل من أجل إثبات نفسه وتقديم الإضافة المرجوة، أو سيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر ليحل مكانه. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الحارس الدولي المغربي ياسين بونو قريب من الانضمام إلى ليفانتي الممارس بالقسم الممتاز الإسباني في صفقة تبادلية مع أيور أولازابال الذي سينتقل لجيرونا الذي هبط للدرجة الثانية. وحسب نفس المصدر فإن المفاوضات بين ليفانتي وجيرونا تسير نحو الطريق الصحيح، وسيتم الإعلان عن الصفقة في الأيام القادمة. ذكرت صحيفة تركية أن الدولي المغربي يونس بلندا ما زال متابعا بقوة من طرف أندية سعودية، في مقدمة النصر والأهلي، حيث دخل الاثنين في منافسة شرسة بغية الظفر بخدمات اللاعب. وأكدت ذات الصحيفة أن الفريقين السعوديين قدم عرضا ماليا مغريا بقيمة 13 مليار سنتيم للإدارة غلطة سراي الذي يملك عقد اللاعب مقابل الاستفادة من خدمات بلندا. وقالت الصحيفة بأن النصر والأهلي رصد للدولي المغربي أجرا سنويا يقدر ب 4 إلى 5 مليار سنتيم سنويا،
سنويا مقابل إقناع بقبول عرضهما. ويبقى للمشكلة الذي سيواجه الناديان معا هو رفض المدرب غلطة سراية رحيل يونس بلهند عن الفريق، حيث يعتبره مفتاح اللاعب بالنادية ولا يمكن انتزال عنها، خصوصا أن غلطة سراية سيدخل منافسة عصبة أبطال أوروبا، بالإضافة أن عقد اللاعب سينتهي مع نادي سنة 2021. يذكر أن النادي النصر السعودي يضم بين صفوف اللاعبين المغربيين عبد الرزاق حمد الله ونور الدين أمرابطة. تحقق المطلب الشعبي للجمهور ساوثهامبتون عندما سجل بالدولي المغربي سفيان بوفال كلاعب اساسي في مباراة اليوم التي تأهل من خلال فريقه على ملعب فولهام بهدف نظيف وقع اوبايميا عند الدقيقة 57 من النزال الذي تأهل من خلاله فريق بوفال للدور الثالث من مسابقة كأس العصبة. ولعب بوفال تفاصيل المباراة كاملة كجناح ايمن وبأداء رائع سلتهم فيه كل مقومات الهجومية سواء بالتمريرات او اختراقات الفردية والتهديدات المباشرة، وهي المباراة الأولى التي يلعبها كرسمية علما أنه لعب فقط 27 دقيقة من مباراتين للبطولة الإنجليزية. بعدما أطلقت إدارة النادي الرجاء الرياضي حملة بيع بطائق الاشتراك السنوي للموسم الرياضي 2019-2020 اليوم 20 يونيو 2019 الماضية، حطمت القلعة الخضراء يوم الثلاثاء 27 أغسطس 2019 رقما قياسيا لم يسبق له مثيل في تاريخ الكرة المغربية. وأعلنت الصفحة الرسمية للنادي الأخضر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تدوين جاء في 10,000 مشترك ومشتركة، شكرا لكم، نعلن مجرمي أننا جماهير الوفية أن عملية الاشتراك لموسم 2019-2020 سوف تنتهي يوم 10 شتنبر 2019، وذلك بهدف توفير كل الظروف الجيدة لحامل بطائق الاشتراك لموسم الرياضي القادم، ونحيي جماهيرنا الوفية على انخراطها في حملة الاشتراك والمساهمة في نجاحها. للإشارة فإن نادي الرجاء الرياضي اطلق حملة بيع بطاقة الاشتراك السنوي للموسم الرياضي الجديد 2019-2020 بمكسب الاشتراك التابع للمركب الوزيز وعبر الموقع مع مواكبة الحملة بإعلانات تحفيزية وترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك وانستغرام وتويتر، وكذا عبر لوحة الإعلان الإشهارية بمختلف أحياء الدار البيضاء. التحق نجم وسط ميدان فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم عبد الرحيم شاكر بالتدريب الجماعية لفريقه بملعب الوزيز بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 27 أغسطس، وجاء الالتحاق شاكر بالمجموعة عقب تعافي بشكل كلي من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق. ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الخضراء عبر موقع التواصل الاجتماعي صور لشاكر رفقة زميله في الفريق سفيان الرحيمي مرفوقة بتدوينة العودة إلى التنافسية. هذا سيلاقي الرجاء الرياضي يوم السبت 31 أغسطس الجارية على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فريق نهضة الزمامرة لحساب دور 16 بطولة كأس العرش.